ادخل يا تجراسي بيتك واطرحك. هو النور فين؟ طلع النور. الله، مش تقلع الاول وتستريح؟ ربنا يجبر بخاطرك، انا كده مستريح قوي. طب اما اطفي النور بقى عشان اقلع انا. لا 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 لا، تقلع ايه؟ ما انت قلع اهو. هو في بعد كده قلع؟ اقلعي بقى بعد ايه؟ بعد ما انزل انا. تنزل وتسيبني يا تجراسي. انا جيت الليله دي 5 باب مخصوص، وجيت معاك هنا عشان اسالك سؤال واحد. ليه عملت فيك كده؟ مش كده؟ اظن هتقولي عباس هو اللي غصبك. ها، انا مش قد عباس، وكمان بصراحه ما كنتش مصدقه انك تقدر تحميني. عشان ما عندكيش نظر، اصلك ما بتفهميش في الرجاله كويس. انا يا تجراسي، طب ده انا مسميني الفريزه. فريزه فريزه. تقومي تنزلي عليها التخفيض من رتبة كونستابل لرتبة صايع، وانا اللي كنت عايز اكلم لك المسؤولين عشان ابعد عنك ولاد الرافضة دول. طب وش معنى انا؟ مش واخد بالي. ما الشارع كله مليان ولاد ناس متبهدلة، ايش معنى هتسيبهم كلهم لولاد الرفضي وتكلم لي انا السادة المسؤولين؟ عشان السادة المسؤولين بيبقوا دايما مسؤولين عن السادة اللي مش مسؤولين. بعد اذنك. منصور، اطفي النور. تعال تعال، أتراجي بيت، أتراجي أتراجي. إيه عايز إيه؟ صباحي مبارك. إيه، ناموسيتك كحلة على الصبح ولا إيه؟ لا، ده تجراتي هو اللي ما نايمنيش طول الليل. لو طلعتلك وطلتك بإيدي دي. سلمتين واطلع لي وانا صحي لك الرزق. ولسه هنا؟ وهيفضل هنا على طول يا عينيا، وانت استنى شويه لك عندي امانات. خد هدومك اهي وغرف 60 دهية. كده برضو عباس. انا يا عباس، ودي اقول لك كمان عشان تحل عني. طيب، اما وريتك انت وتاج راسك. انا سمع دوشه في الشارع ومش عارف انام. انت قد اللي بتنعر كده؟ انا ما اتكلمتش ولا حاجه. ده انا حتى صوتي من طالع من زوري. يعني دلوقتي مبح صوتك يا سبع البرمبة؟ في حد تاني عايز صوته يتحبس؟ ولا يهمك منه. تعالى يا تجراسي. انا عايز اشوف حد يتحبس صوته بس. تعالى يا تجراسي يا رزق. يلا بينا. بس عايز اشوف حد تاني يتبح صوته. الله، انا مش عايز اسمع صوت في الحته دي يا جدعان. ما سبتنيش عليه ليه؟ كنت قطعته زي البسطرمه. ينزرع زرع بصل. انت عايز الصراحه؟ انت ضفرك بالقفل. تكلمي جد؟ ليلة امبارح تشهد يا تجراسي. منصور، ايه؟ هسألك سؤال. انت عرفت نسوان قبل يا منصور؟ عرفت نسوان؟ النهار اسود ومنيل. ده انا مقطع السمكة وديلها. صدق يا تجراسي صادق، ده حتى السمكة قالت لي. تعال تعال ما اقولكش. طب مش لما نفطر الأول؟ معاك حق يا تجراسي، عن إذنك دقيقة واحدة.
بص شوف انا محضره لك ايه، بيض وزيتون وجبنه وزبده، انما ايه من اللي بيجيبوها العساكر من الكامب. والغدا بقى عكاوي وكوارع من اللي كلهم بحرين. الله، ده انت هتعلفيني بقى. والعشاء كنياك وحمام. اه، وناكل ونام. مش عايزه منك غير كده يا تجراسي. وهتكسيني طبعا، وهتهندميني وتهندزيني، وحسكر في خمسه باب من غير حساب، واطلع فرد على اولاد الرفضي. طبعا يا تجراسي، مش كابتن الجو كله. لا، انت فهمتيني غلط، انا مش منهم. يا خبر، مش منهم. انا لا مؤاخذه عواطلي محترم. ومحترم ده يعني ايه؟ يعني ماليش في النظام، ودلوقتي اتفضلي قدامي على بيت انا. وتوب اظن انت عايز تفضحني. افضحك؟ خلاص انت حره، بس انا بقى مش لاعب. لا، انت باين عليك سكران من ليله امبارح. طب اذا انا طوعتك واتقطعت لك، هتصرف عليا منين؟ من عرق جبيني احسن من عرق العافيه. وهتشتغل ايه بقى؟ فرحني. هو هتهب في اي سبوبه ان شاء الله، حتى اشيل زلط. كان على عيني. ما اقدرش يا منصور. طبعا، اصلها حاجه في الدم. مظبوط، هي حاجه في الدم، لكن مش زي ما انت فاهم. طب ما تفهميني يا اختي، منك نستفيد. منصور، انا استجدعتك ومسترجلاك. انا سمعت الكلام ده من ناس كتير قوي، لكن انا مصدقك انت. عشان كده هاخدك واريك بعينيك. وحشتيني يا حبيبي، وحشتيني يا غنايم. انت اللي وحشتيني قوي يا ماما. ازيك دلوقتي يا حبيبي؟ انا سمعت انك بتقدر تقف وبتمشي كمان. ايوه يا ماما، بس مش قوي. معلش يا حبيبي، بكره هتمشي زي الحصان وهتلعب كوره كمان. بس تسمع كلام الحكم. انا ما بعيطش لما باخد الحقن. يا روح. واخبار المذاكره والعلام ايه؟ الحمد لله، الابله مبسوطه مني، جايب احسن نمر. يا عيني، تبقى تستاهل على كده هديه كبيره. بس انا ما قدرتش اجيب لك غير الشوكولاته دي وارواح. يا ماما، انا عاوزك بس ما تسيبينيش وتمشي. انا عايزك تقعدي معايا نضحك ونلعب سوا. كان على عيني يا ضنايا، بس اصل انا عندي ميعاد مع الجماعه اللي قريب مننا العزبه، وكمان السواق مش هيقدر يستنى اكتر من كده. لا يا هانم، انا اقدر استنى. انت اسمك ايه؟ انا اسمي منصور. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي عزيز. ازيك يا عزيز؟ ازيك يا منصور؟ عامل ايه؟